بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعود إن شاء الله تعالى إلى آية 71 من سورة الزمر. وسيق الذين كفروا إلى، والعياذ بالله، إلى تفعل هكذا وتفعل هكذا، تفعل لمحق أعداء الله على طول المدى بدون نهاية ما دامت السماوات والأرض. زمارا حتى أيكس سوق ذاك عنده مدة وعنده ملا طريق، رغم أن كل تعرضوا الطريق وقتاش بدا وقتاش ينتهي، وباتس كله جهنم وبئس المصير. كيلو بوسطة جهنمية، مش كيلو بوسطة للولايات المتحدة ولا لروسيا ولا حاجة، لا جهنمية. حتى إذا جاءوا وبئس المجيء، ما هو في سورة غافر مش القاو، يعرضون على جهنم بكرة وأصيلا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وبئس هذا الفتح السريع اللي يزلزل. ما كنت ندرب الدنيا على الصبر أمام المشاهد المفزعة، أنا الفتح ذاك بسرعته وما سينكشف من ورائه من سوء مهاد لهؤلاء الغاد، ما اشتدي باسمك انت امرك، ما تعرف كان رعبك لي مغناني لانسوسيونس في الدنيا وفاتلك، هذبتم طيباتكم الحياة الدنيا. ونعود إن شاء الله تعالى.